ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ندى من قناة ندى بيوتي. النهارده هعمل معاكم طريقة حلوة قوي للزبادو. هعمل النهارده زبادو بالموز، عشان انا اصلا مش بحب اكل الزبادي كده لوحده، فلقيت عندنا موز فقلت اعمل بقى ايه كوباية زبادو كده لنفسي. دلوقتي هوريكم ازاي. معانا دلوقتي اهو علبة زبادي بلدي اهي كبيرة عادي، ومستين، وطبعا سكر لو انتي بتحبيه يعني بسكر، فانا طبعا هحط برضو سكر. هوريكم بقى هجيب الخلاط دلوقتي اهو، جبت الخلاط وهجيب الزبادي اهو، هحطها كلها في الخلاط. بعد كده طبعا هقشر الموز واحطه اهو. يا بنات زي ما انتوا شايفين حطيت الزبادي عليه موزتين اهو، وهجيب معلقة طبعا احط فيها حبة سكر على حسب بقى ما انت عايزة، او ممكن برضو تحطي عسل ابيض. وانا دلوقتي هقفل بقى الخلاط وهوريكم هو بيتخلط اهو. خلاص بقى الحمد لله عملته، هصبه بقى في الكوبايه. شايفين قوامه تقيل ازاي وحلو؟ انا بحب الزبادو يبقى تقيل كده وحلو قوي على فكره طعمه. جربوها وقولوا لي رايكم فيه. لو عجبكم الفيديو بقى اشتركوا طبعا في القناه واعملوا لي لايك للفيديو ده.